بكم مشاهدي ميسات في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، والتي نبدأها مع حضراتكم بأهم العناوين. قداسة البابا تودروس الثاني يدشن مذبح كنيسة القيامة بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي يضع حجر أساس النصب التذكاري لشهداء الثورة بميدان التحرير. هيئة الإسعاف تعلن ارتفاع ضحايا قطار دهشور إلى 27 قتيلاً و34 مصابة. وإلى التفاصيل. دشن قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مذبح كنيسة القيامة بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. ومن المقرر أن يقوم قداسة البابا تودروس الثاني اليوم بافتتاح المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. تنعقد اليوم لجان المجمع المقدس الخاصة بالرعاية والخدمة والعلاقات المسكونية والرهبنة والأديرة والإعلام والمعلومات، وذلك بالمقر البابوي. جدير بالذكر أن اللجان المجمعية تعقد اجتماعات لإعداد التقارير اللازمة الخاصة بكل لجنة لتقدم وتعرض على المجمع المقدس في أثناء انعقاده. وسط تكفيف أمني لقوات الجيش والشرطة بميدان التحرير، وضع دكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم حجر الأساس في النصب التذكاري الذي تقيمه الحكومة لشهداء ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو بميدان التحرير. ومن جانبه أوفد قداسة البابا تودروس الثاني القمص سيرجيوس سيرجيوس وكيل البطريركية العام، والقمص مكاري حبيب سكرتير قداسته، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لحضور مراسم وضع حجر الأساس للنصب التذكاري لشهداء الثورة بالتحرير. نبعث برسالة إلى شهداء الوطن الأبرار، وأن شعبنا لن ينسى تضحياتكم أبد الدهر، فقد خلدتم أسماءكم بحروف من نور، وضحيتم بأرواحكم من أجل أن تعيش الأجيال القادمة في عزة وكرامة. وغني عن البيان أن مثار الأحداث بين الثورتين، وكذا ما تلا من أحداث بعد ثورة 30 من يونيو، لم يكن بالمسار الهين أو اليسير، إذ أن الطريق إلى الديمقراطية والكرامة كان محفوفاً بالصعاب، حيث سقط العديد من شهداء هذا الوطن في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ومسبيرو وغيرها من بقاع وطننا الحبيب. أكدت هيئة الإسعاف ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطار وسيارة لنقل الركاب على مزلقان دهشور بمحافظة الجيزة إلى 27 قتيلاً و34 مصابة. وقال رئيس هيئة الإسعاف دكتور أحمد الأنصاري إن الحادث كان قد وقع على مزلقان دهشور اتجاه الفيوم، ونقل 29 مصابا إلى مستشفى الهرم وخمسة مصابين إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة. ومن جانبه وجه دكتور إبراهيم الدميري وزير النقل بالإسراع في الانتهاء من صرف التعويضات الخاصة بتأمينات هيئة السكك الحديدية لضحايا الحادث. وقالت وزارة النقل في بيان لها اليوم إن الدمير انتقل لمعاينة الحادث ووجه بالإسراع من انتهاء صرف التعويضات، حيث سوف يصرف مبلغ 20,000 جنيه لأسرة المتوفى ونسبة من هذا المبلغ للمصابين طبقا لحالة الإصابة واستمراريتها. وأنا انتقلت بنفسي صباح اليوم الباكر إلى الموقع أيضا، وعينت موقع الحادث، واطلعت على كافة الإجراءات التي تم أخذها بمعرفة النيابة، وأعطيت تعليمات أن يتم التحقيق الفوري وبأسرع وقت بمعرفة النيابة وبمعرفة اللجان الهندسية
التي شكلتها حتى نتأكد أن فعلا المذيعان كان بيعمل في صورة طبيعية، وأن الخطأ الذي وقع من السلوك البشري اللي احنا يوميا بنعاني منه من عبور الأفراد والسائقين لمزلعنات السكك الحديدية، على الرغم من هناك قانون رقم 277 لسنة 59 بيحذر عبور المزلعنات إلا بضرورة النظر يمينا ويسارا للتأكد إن ما فيش أي قطار قادم، وإن هذا القانون بيوقع كافة العقوبات على أي واحد يخالف هذه التعليمات أو لا يقف عند حدوث الأجراس والعلامات الإرشادية التي تمنع هذا العبور. أقيمت اليوم الجنازة العسكرية للشهيد المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني بمسجد الشرطة بالدراسة بحضور رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومحافظ القاهرة دكتور جلال السعيد. وقدم رئيس الوزراء واجب العزاء لأسرة الشهيد مؤكدا لهم أن الأجهزة الأمنية ستعمل ليل نهار لضبط الجناه وتقديمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع جراء ما ارتكبته أيديهم الآثمة. يذكر أن الشهيد كان المسؤول عن ملف الإخوان بالأمن الوطني، وهو الذي حرر محاضر التحريات في قضية تخابر الرئيس المعزول محمد مرسي وحماس والهروب من وادي النطرون، وهو الشاهد الوحيد على التسجيلات المحرزة بالقضية، وأنه اغتيل مساء أمس في أثناء توجهه إلى مقر عمله. قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر سادسة جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العدلي وستة من مساعديه السابقين بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 من يناير. ومن المقرر عقد الجلسات أيام 14، 15، و16 من ديسمبر المقبل لسماع أقوال كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق وسامي عنان واللواء حمدي بدين مع استمرار حظر النشر في تلك الجلسات. وإلى أخبار المال والأعمال. أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الأربعة ليربح رأس مالها السوقي قرابة 3 مليارات جنيه. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، شهد المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 1.5%، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.63%. وشهد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والأكثر انتشارا ارتفاعا بنسبة 0.64%. وإلى تطورات الأوضاع في سوريا. أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بسقوط قذيفة بمحيط مقر أركان الجيش السوري بدمشق دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين أو العسكريين. يأتي هذا فيما أعلن نشطاء سوريون مقتل قائد بارز لقوات المعارضة متأثرا بجروح أصيب بها خلال غارة جوية على مدينة حلب. في غضون ذلك، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم أن مؤتمر جنيف الثاني بشأن السلام في سوريا الذي أرجئ عدة مرات سينعقد منتصف ديسمبر المقبل. وننتقل إلى ليبيا، حيث أفاد مصدر أمني بنجاة مسؤول غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي العقيد عبد الله السعيطي من محاولة لاغتياله صباح اليوم، بينما قتل أحد مرافقيه خلال استهداف موكبه. يأتي هذا فيما أعطى المجلس المحلي لمدينة مصراتة الليبية مهلة مدتها 3 أيام لميليشيات مصراتة المسلحة لمغادرة العاصمة طرابلس إثر اشتباكات دامية، جاء ذلك بعد فتح مسلحين تابعين لميليشيات مصراتة النار يوم الجمعة على محتجين يحاولون إجلاءهم عن مقرهم في العاصمة
في الوقت الذي أعلنت فيه طرابلس الإضراب العام 3 أيام حدادا على ضحايا الاحتجاجات. التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند اليوم نظيره الفلسطيني محمود عباس برام الله لإجراء محادثات بشأن مفاوضات السلام مع إسرائيل. وعقب وصول أولوند، رام الله عقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفلسطيني، دعا خلاله إسرائيل لوقف بناء المستوطنات التي تعيق استمرار عملية السلام مع الجانب الفلسطيني، مضيفا أن بلاده تدعم مسألة حل الدولتين لتكون القدس عاصمة لهما. من جانبه أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مسألة حل الدولتين هو الحل الأمثل للمنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن بلاده ستظل تعارض الاستيطان مدام قائما، نافيا إقرار استقالة وفد مفاوضات السلام الفلسطيني. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالسعودية تعليق الدراسة اليوم بمدارس الرياض والمنطقة الشرقية والشمالية بسبب الحالة الجوية السيئة التي تمر بها المنطقة والتي يتوقع خلالها هطول أمطار غزيرة. وأهابت مديرية الدفاع المدني بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر وتجنب الخروج لأماكن تجمع الأمطار والسيول والتنزه فيها حرصا على سلامتهم. وأعلنت مديرية الدفاع المدني أن حصيلة الأيام الأولى جراء هطول الأمطار بلغت حالة وفاة واحدة لوافدة يمنية وأربعة مفقودين بالرياض، فيما لم تسجل أي حالات في المنطقة الشرقية والمناطق الشمالية. وإلى تطورات الإعصار هاين بالفلبين، حيث أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من تفاقم كارثة الإعصار، مؤكدة أن بعض الجزر التي ضربها الإعصار لم يتسنى الوصول إليها حتى الآن. وتشير تقديرات السلطات الفلبينية إلى أن أكثر من 4000 شخص قتلوا جراء الإعصار الذي يعد من أقوى الأعاصير المسجلة، في حين يتراوح عدد المتضررين قرابة 13 مليون شخص. يأتي هذا فيما تواجه السلطات الفلبينية والوكالات الدولية أزمة إنسانية متصاعدة، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد النازحين بلغ 4 ملايين شخص. وإلى أخبار الرياضة. يؤدي المنتخب الوطني الأول مرانه الرئيسي بملعب استاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة الإياب الفاصلة أمام منتخب غانا غدا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال البرازيل 2014. ومن المنتظر أن يستقر مدرب الفراعنة على الخطة المثلى لتحقيق الفوز وإحراز أكبر كم من الأهداف من أجل التأهل إلى المونديال. ومن المقرر أن يركز برادلي على اتباع الطريقة الهجومية والتسديد بقوة من خارج منطقة الجزاء. وأخيرا نتعرف مع حضراتكم على أحوال الطقس غدا بحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية. يتوقع خبراء الأرصاد تحسنا تدريجيا في الأحوال الجوية غدا، حيث تقل كميات السحب وتزداد فترات سطوع الشمس ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وتنحصر فرصة سقوط الأمطار على سيناء وسلاسل البحر الأحمر. وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح معظمها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا على مختلف أنحاء البلاد. في القاهرة الصغرى 15 والعظمى 23، وادي النطرون 14-23، الإسكندرية 18-22، مطروح 16-21، طنطا 15-22، المنصورة 15-25، دمياط 16-22، بورسعيد 17-22، الإسماعيلية 15-23، السويس 15-24، سانت كاترين 17-16، شرم الشيخ 19-27،
الغردقة 18-26، المنيا 12-24، أسيوط 12-24، سوهاج 13-25، قنا 15-25، الأقصر 15-26، وأخيرا في أسوان الصغرى 16 والعظمى 27. مشاهدينا، قدمنا لحضراتكم جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، نشكركم وإلى اللقاء.